بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة محاسبة. هنكمل النهاردة الفصل الرابع، وهنتناول موضوع تقدير احتياجات العمالة. احنا لسه شارحين دلوقتي في المحاضرة المثال اللي بيتكلم على المطلوب، كنا احنا بنحدد كمية التعادل وطاقة نسبة طاقة التعادل والكميات المباعة، والمثال ده شرحناه بالتفصيل. فهناخد بقى لو انا بتكلم على تقدير احتياجات العمالة اللي هو ايه، انا كصاحب مشروع ايه الاحتياجات، عدد العمال اللي موجودين سواء عمالة فنية سواء عمالة مدربة. فبالنسبة لتقدير احتياجات العمالة، لان ايه عنصر العمل ده زي ما احنا عارفين يا شباب من اهم العناصر اللي موجودة في العملية الانتاجية، ولازم يكون في دراسة وافية لموضوع العمالة، كذلك مستوى المهارة والتدريب والطاقة اللي موجودة والمطلوبة. بيتم بقى تحديد الاحتياجات من العمالة عن طريق ايه؟ المعادلة اللي موجودة عندي اللي هي اجمالي ساعات العمل المطلوبة بتساوي ايه؟ الكمية الانتاج المستهدفة اللي انا عايزة انتجها في عدد الساعات اللازمة. القانون قوة العمل لكل وظيفة بيبقى ايه؟ اجمالي ساعات العمل المطلوبة لكل وظيفة على الحد الاقصى لساعات العمل. انا عندي مثال هنا صفحة كام 102، عشان في ناس بتبقى تسأل احنا في صفحة كام. المثال بيقول اليك بيانات احد المشروعات الاستثمارية اللي هي ايه كمية العمل المستهدفة خلال الشهر 120,000 وحدة. عدد الساعات اللازمة اللي موجودة في المراكز الانتاجية، انا عندي هنا كم مركز، عندي مركز سين وعندي مركز صاد وعندي مركز عين. بالنسبة لمركز سين 5 ساعات، وبالنسبة لمركز صاد 3 ساعات، وبالنسبة لمركز عين 2 ساعات. الحد الاقصى بقى لساعات العمل 8 ساعات. يبقى في المصنع ده او في الشركة دي اقصى عدد ساعات بيقعدها العامل هي كام؟ 8 ساعات. عدد الايام اللي انت بتشغلها في الشهر كموظف في الشركة دي 25 يوم. توزيع العمالة بقى بتبقى ازاي؟ هنا 50% عمالة ايه؟ فنية، 25% عمالة اشرافية، 25% عمالة ادارية. المطلوب بقى تحديد الاحتياجات من العمالة، انا عايز قد ايه عمالة سواء فنية او مدربة او ادارية. الحل بقى زي ما انا قلت اجمالي ساعات العمل المطلوبة من ايه؟ مركز سين. يبقى الوحدات اللي موجودة اللي هي 120,000 في عدد الساعات اللي موجودة اللي هي كام؟ 5. يبقى اداني كام؟ 600,000 ساعة. بالنسبة لاجمالي الساعات المطلوبة في مركز صاد ال 120,000 في 3 ساعات اللي موجودة يبقى كام؟ 360,000 ساعة. بالنسبة لمركز عين برضو نفس عدد الالف والمية وعشرين في عدد الساعات اللي موجودة اللي هي ايه 240 ساعة مطلوبة لمركز عين، وتلتمية وستين لمركز صاد، وستمية لمركز كام سين. يبقى انا هنا عدد ساعات العمل المتاحة عندي 8 ساعات في اليوم، عايز اعرف كام ساعة. يبقى 8 ساعات في عدد ايام الشغل اللي انت كموظف بتشتغلها كام؟ 25 يوم. يبقى انا هبقى اضرب 8 في 25، يبقى انا عندي 200 ساعة انا بشتغلها كموظف في الشركة دي. قوة العمل اللي هي 120,000 على 200 اللي طلعت عندي اللي هي 8 في 25، يبقى اداني كام؟ عايز 6,000 عامل موجود عندي. العمالة الفنية 6,000 دي اللي طلعت عني اللي هي قوة العمل بضربها في كام؟ 50% اللي هي الايه؟ العمالة الفنية. انا محتاج عمالة اكتر فنية، فبضرب قوة العمل اللي موجودة 6,000 عامل في النسبة اللي موجودة 50% بيطلع كام؟ 3,000 عامل. يعني نص القوة اللي موجودة عندي هتطلع عمالة ايه؟ فنية. العمالة الاشرافية بقى 6,000 اللي طلعت في 25% يبقى انا محتاج 1,500. في الادارية نفس النظام 1,500. هنا بقى تقدير بعد كده مستلزمات الانتاج من الخامات او المستلزمات الاخرى. احنا كده شرحنا تقدير العمالة وقلنا القانون وقلنا هنعوض في القانون ازاي، وقلنا سين محتاجة كام عامل وصاد محتاجة كام عامل وعين، وكذلك قلنا حددنا من خلال القانون اللي موجود بعد ما عرفنا قوة العمل، عرفنا ان العمالة الفنية فيها كام عامل والإدارية كام والإشرافية كام.
لو انا جيت اقول تحديد مستلزمات الانتاج من الخامات والمستلزمات الاخرى، بعمل ايه؟ يتم تقدير احتياجات المشروع والانتاج من الخامات الرئيسية والمساعدة. لازم اشوف الحاجات الرئيسية وكذلك الاشياء المساعدة، ويعتمد تحديد احتياجات المشروع من المواد الخام خلال دورة المشروع بالاعتماد على ايه؟ على المعادلة دي، اللي هي كمية احتياجات المشروع من المواد الخام بتساوي كمية الانتاج المستهدفة. انا بقول ان انا بستهدف انتاج كذا واحد، في احتياجات الوحدة من المواد الخام، الكمية المطلوب شرائها بتساوي كمية احتياجات المشروع من المواد الخام زائد مخزون الطوارئ زائد الفاقد. عندي مثال هنا في صفحة كام يا شباب؟ المثال في صفحة 13 و3، ده المثال اللي قبل كده اللي هو ساعات العمل. اما بالنسبة لتقدير الاحتياجات، ده المثال اللي موجود عندك، انا مش مركزة يا صفحة كام، بس هو انت هتلاقيه موجود في الكتاب، اللي هو تقدير احتياجات المستلزمات. بيقول لك ايه المثال؟ يرغب احد المشروعات الاستثمارية في انتاج كام؟ 15,000 وحدة خلال الشهر. يبقى هو صاحب المشروع او المستثمر عايز ينتج 15,000 وحدة. بتحتاج الوحدة الى كام؟ 3 كيلو من المادة ايه؟ صاد، و2 كيلو من المادة عين، ويحتفظ المشروع بنسبة كام؟ 12% من الاحتياجات كمخزون طوارئ. في حد ممكن يحتفظ ب12%، 10%، كل صاحب مشروع او مستثمر على حسب النسبة اللي هو بيحتفظ بيها. اما بقى نسبة التالف من المواد، المادة صاد 2% ومن المادة عين 4%. المطلوب بقى ايه؟ تقدير الكمية المطلوب شرائها من المواد الخام. اول حاجة كمية الاحتياجات من المادة صاد الاول، ال15,000 في ايه؟ في 3 بكام؟ ب45,000. كمية الاحتياجات بقى من المادة عين، ال15,000 بضربها في 2 عشان هو كان محتاج مواد كام؟ 2 كيلو، فال15,000 في 2 بكام؟ ب30,000. الكمية المطلوب شرائها بقى من المنتج صاد اللي هو 45,000 زائد، انا بعوض في القانون كل اللي انا بعمله، بعوض في القانون 45,000 اللي هي كمية المادة اللي انا ممكن اشتريها من المنتج صاد. الكمية 45,000 زائد 45,000 في 12% اللي هو عايز يحتفظ عنده بمخزون 12%، عشان اعرف هو هيحتفظ قد ايه من الكمية اللي هي 45,000، بضرب ال 45 في 12% عشان اعرف هو هياخد مخزون قد ايه عنده، وكذلك ال 45,000 دي بضربها في 2% عشان اعرف الفاقد موجود عنده قد ايه. يبقى انا ال 45 ثابته، بضرب ال 45,000 في 12% اداني كام؟ 5,400، زائد هنا 900 وحده موجوده، اللي هي ضربت ال 45,000 في 2% ده الفاقد، يبقى انا عندي هنا الكمية الموجودة يحتاجها، يبقى ايه؟ ال15,000 في 2 يبقى 30,000 كيلو جرام. اما الكمية المطلوب شرائها بقى من المادة صاد، هقول الكمية اللي طلعت عندي من المادة صاد اللي انا هحتاجها اللي هي 45,000 زائد ال45,000 عشان اطلع الاحتياطي اللي هو قايله 12%، بيبقى 45,000 في 12% زائد 45,000 اللي هي كمية الاحتياجات في ايه؟ 2% عشان اطلع الفاقد. هنا ال 45,000 زائد 45,000 لما ضربتها في 12% اداني كام؟ 5,400، دي نسبة الاحتياطي اللي هو هيحتفظ بيها مخزون اخر الفترة، زائد ال 45,000 في 2% عشان اطلع نسبة التالف او الفاقد عندي ب900 وحدة. يبقى طلع عندي الاجمالي كام؟ الكمية المطلوب شرائها من المادة صاد مفروض ان انا كام؟ 51,300 كيلو جرام من المادة ايه؟ صاد. اما الكمية المطلوب شرائها من المادة عين، انا طلع عندي كام؟ طلع عندي 30,000 زائد ال 30,000 في 12% زائد ال 30,000 في 4% اللي هي ايه؟ الفاقد من المادة عين. يبقى عندي هنا ال 30,000
زائد ال 30,000 لما ضربتها في 12% اللي هي المخزون اداني 3,600، زائد الفاقد اللي عندي طلع كام؟ 1,200. يبقى انا عندي الكميه المطلوب شرائها من الماده عين طلعت 34,800 كيلو جرام. كمل معاكم الفصل اللي بعد كده عشان المثال ده كان مهم، فانا قلت لازم اشرحه لكم. احنا كده خلصنا الفصل الرابع وشرحناه بالتفصيل كل الامثله اللي انا شرحتها هنا معاكم، وكمان في امثله تانية انا عدتها في المحاضره، فبالتالي كل الفصل الرابع كده اتشرح. الحاجات اللي انا حاسه انها صعبه انا قلت لكم ان هي مش مهمه وقلنا عليها في المحاضره. صفحه 85، صفحه 89 وهي و 90 و 99 98 98 و 99، دي فيها مثال احنا قلنا بلاش منه. اما بالنسبه لدراسه الجدوى الماليه الفصل الخامس، هي من اهم برضو دراسات الجدوى اللي بتعتمد على النتائج اللي انا حصلت عليها من دراسات الجدوى السابقه، وخاصه دراسات الجدوى اللي هي الايه التسويقيه. انا بعرف منها القرار اللي انا ممكن اوصل له، بعرف ان انا بحدد الهيكل التمويلي اللي انا هشتغل عليه، كم الاموال اللي انا هشتغل عليها، طريقه الحصول على الاموال، التكلفه المبدئيه للمشروع، تقديرات النفقه اللي موجوده، طول عمر المشروع، كل الحاجات دي انا بوصل لها عن طريق دراسه الجدوى الماليه. انا عندي هنا بعد كده ايه المقصود بدراسه الجدوى الماليه. المقصود بيها ان هي الجانب ده من الدراسات بيستهدف ايه؟ اول حاجه التاكد من ان موجود عندي انا كمستثمر القدر اللي انا ممكن اقدر اشتغل بيه المشروع، وكمان ان انا لازم اعتمد على ما توصلت له من خلال الدراسات السابقه قبل دراسة الجدوى المالية. الدراسات دي زي دراسة الجدوى التسويقية ودراسة الجدوى الفنية وكذلك دراسة الجدوى التنظيمية والإدارية. يبقى أنا في دراسة الجدوى المالية لازم أعتمد على الدراسات السابقة علشان أشوف كل الأموال اللي أنا محتاجها، أشوف الفنيات اللي موجودة، الآلات، العدد، كل المستلزمات دي. يبقى تعريف دراسة الجدوى المالية عندي هنا هي إحدى مكونات دراسات الجدوى بشكل عام، هي جزء من دراسات الجدوى بشكل عام، بس بتركز هنا على قياس إيه؟ ربحية المشروع من الناحية التجارية وكمان من وجهة نظر المستثمر، إلى جانب بقى برضو بحدد من خلالها مصادر التمويل والهيكل التمويل اللي أنا بشتغل عليه المقترح، الأموال اللي أنا بشتغل عليها كمستثمر لو أنا لوحدي أو لجأت لموضوع الاقتراض أو إنه في شركاء معايا. أهمية بقى دراسة الجدوى المالية، أنا ليه كمستثمر بعمل دراسة جدوى مالية؟ أول حاجة هي بتأتي دراسة الجدوى المالية فإنها لا يمكن بدونها تحديد مقدار الأموال المطلوبة لإنشاء المشروع. أنا كشخص مش هعرف أنا قدر الأموال اللي أنا هبدأ بها المشروع إلا إذا كنت عملت دراسة جدوى مالية. يبقى من دراسة الجدوى المالية بتعرفني قدر الأموال اللي أنا هدخل بها المشروع وطريقة الحصول عليها. بعد كده لا يمكن بدونها كمان تحديد أفضل مصادر اللي أنا ممكن أحصل بيها على الأموال، سواء تمويل أو قروض أو عن طريق الملاك أو المساهمين معايا في المشروع. يبقى أنا لو ما عملتش دراسة الجدوى المالية مش هعرف أفضل طريقة أنا ممكن أحصل على الأموال اللي هشتغل بيها. وكمان من خلال دراسة الجدوى المالية لو أنا ما عملتهاش لا يمكن ان انا اقدر اقدر اللي هو الربح المحاسبي لاصحاب المشروع. مش هعرف كم ارباح انا ممكن انا والمشاركين ان انا نحصل عليه. وكمان بحدد من خلالها الوفر اللي انا ممكن احصل عليه، وكمان بشوف النقد الاجنبي لو انا محتاج نقد اجنبي، وبشوف الربحيه كمان للمشروع وكذلك للمجتمع. ايه البيانات اللي مطلوبه لدراسه الجدوى المالية؟ ايه الحاجات اللي انا بعتمد عليها عشان اعمل دراسة الجدوى المالية؟ دراسة الجدوى المالية هي مثابة زي ما احنا قلنا امتداد للدراسات السابقة سواء فنية او هندسية او تنظيمية وادارية. يبقى دراسة الجدوى هي ايه؟ تستند الى النتائج اللي انا توصلت لها من خلال المخرجات اللي طلعت عندي من الدراسات السابقة. ايه هي بقى البيانات اللي انا لازم تتوفر عندي عندما
أريد أو ألجأ إلى عمل دراسة الجدوى المالي. إيه هي البيانات اللي موجودة؟ أول حاجة بيانات عن مشروع الاستثمار. أنا عايز أعمل مشروع، أيا كان المشروع اللي أنا عايز أعمله، إنتاج حيواني، مشروع زراعي، أيا كان المشروع، يبقى لازم يبقى عندي بيانات دقيقة عن المشروع. رقم 2، دراسات الجدوى التسويقية. بشوف النتائج اللي قبل كده في دراسات الجدوى التسويقية، بشوف كمان النتائج اللي أنا حصلت عليها من خلال دراسة الجدوى الفنية، وكذلك النتائج اللي أنا حصلت عليها من دراسة الجدوى الإيه التنظيمية والإدارية. خامس حاجة، المعلومات المالية. لازم يبقى عندي كل المعلومات المالية عن الاستثمار اللي أنا هبدأ بيه. مكونات دراسة الجدوى المالية وكيفية إعدادها. أول حاجة بتشتمل على إيه؟ أولاً تحديد التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع. أنا كشخص لازم أبقى عارف إيه التكاليف اللي أنا هبدأ بيها المشروع. بحدد بقى رأس المال المتوقع للمشروع، بشوف الإنفاق الاستثماري المتوقع، وبيتمثل في الاستثمار اللي هو إيه؟ تكلفة اللي أنا هبدأ أنفقها ولا يتم استردادها خلال فترة مالية واحدة. يعني أنا في تكلفة أنا بقدمها للمشروع، بعمل مشروع، واستحالة إنها تترد في أول فترة، لأن المشروع بيعتمد على سنوات طويلة. مش معقول إن أنا لو دافع 1,000,000 جنيه هاخد 1,000,000 جنيه في أول قدر من الإنتاج اللي أنا بعمله. وعلى كده بتشمل بالنسبة للمشروع الاستثماري الجديد كافة المبالغ اللي أنا ممكن يتم إنفاقها، سواء من بداية حتى التفكير في الفكرة إلى فترات إنشاء المشروع وحتى بدء المشروع. يبقى أنا كشخص بشوف التكاليف من ساعة لما كانت فكرة، وبداية كل الحصول على التأشيرات والموافقات وكل دراسات الجدوى السابقة، كل ده أنا بحسبه حتى بداية المشروع. ويمكن تقسيم الإنفاق الاستثماري إلى تدفقات خارجة، زي إيه؟ تكاليف الأصول الثابتة، وبتتمثل في إيه يا شباب؟ رأس المال اللازم لإنتاج المشروع، سواء عندي بقى أراضي، سواء عندي مباني، آلات، معدات، وسائل نقل، السيارات اللي انت هتنقل بيها، سواء البضاعة أو العمالة أو كده، قطع الغيار، الأساس، كل دي بتسمى إيه؟ التكاليف الثابتة. هي بتفضل على مدى دورة المشروع أو حياة المشروع. انت ممكن تشتري مكن يفضل عندك 10 سنين، 20 سنة. المبنى اللي انت بتقيم فيه المشروع بيفضل معاك طول فترة المشروع. كل شيء دي علشان كده بتسمى الأصول الثابتة، هي كده كده موجودة. رقم 2، مصروفات ما قبل الافتتاح. يعني بتتمثل في ايه؟ رأس المال اللي مطلوب بقى لتأسيس المشروع، وكمان المبالغ اللي انا بصرفها على المشروع في مراحل ما قبل الانشاء. يعني زي ما احنا قلنا، كل المراحل اللي كانت قبل كده، سواء موافقات او دراسات جدوى او براءة اختراع او شراء مثلا حقوق التصنيع او المصروفات الادارية او تدريب العمالة، كل ده مصروفات ما قبل الايه؟ ما قبل الانتاج. رقم 3، رأس المال العامل. أي هو رأس المال اللازم لإيه؟ للتشغيل، وبيقصد به مجموعة الأموال اللازمة لشراء المواد الخام. أنا قلت لكم يا شباب، رأس المال العامل ده اللي أنا بشتغل بيه، لو أنا عايز مواد خام، لو أنا عايز أدفع أجور للعمال، لو أنا عايز أجيب وقود، أي حاجة أنا بستخدمها في العملية الإنتاجية ده يطلق عليه رأس المال العامل. بمعنى تاني انه ايه؟ رأس المال العامل هو عبارة عن اجمالي الاموال اللازمة التي يتم توفيرها عند بدء مباشرة التشغيل، والتي تتضمن انتظام عملية التشغيل خلال دورة الانتاج الاولى. يبقى دي الفلوس دي لازم تبقى موجودة قبل وفي بداية تشغيل المشروع. اهم البيانات التي يحسب رأس المال العامل على اساس، لو انا عايز اعرف رأس المال العامل عايز احسبه، في عندي بيانات لازم تبقى متوفرة. زي ايه يا شباب؟ كمية الخامات الواجب الاحتفاظ بها كحد ادنى من المخزون. شيء طبيعي، انا لازم اي شركة، اي مشروع، اي استثمار لازم يبقى عندك احتياط. يبقى انت لازم تشوف كمية الخامات اللي انت هتحتفظ بيها، ويتم توفيرها كمان بدل من لو انا احتجتها في وقت التشغيل. يبقى انا لازم يبقى عندي احتياطي، لو انا احتجت الاحتياطي ده بلجأ له في فترة التشغيل.
رقم 2 مصروفات التشغيل خلال الدورة الأولى للإنتاج، واللي بتضم إيه بقى؟ الإنتاج وكمان البيع والتحصيل وكل المراحل السابقة. ثانيا بقى تحديد مصادر التمويل اللي أنا بحتاج عليه. يعتمد بقى المشروع الاستثماري على تمويل الاستثمار، سواء الملاك لو أنت ومعاك شركاء، أو سواء البنوك، أو سواء الموردين، أيا كانت الوسيلة اللي أنت بتعتمد عليها. وكمان بتشوف أنت بتدفع الالتزام، عندك التمويل أو خلال الديون إلى نوعين، عندك الديون نوعين أو التمويل نوعين، في عندي أقساط القروض وفوائدها. أقساط القرض، أنا لو أنا خدت قرض من البنك بدفع القرض وبدفع الإيه؟ الفوائد. تعرف بالأعباء الثابتة أو خدمة الدين، أنا بدفع الخدمة وبدفع كل المصاريف الخاصة مع الفوائد. وكمان بيترتب على التمويل جانب تاني اللي هو إيه؟ بواسطة الملاك، وبحمل المشروع ده للعائد اللي موجود. يعني أنا مثلا لو أنا هاخد فوائد من او عائد من رأس المال، بحسب منه الفوائد اللي طلعت، وكمان بشيل منه الاقساط. تحديد عناصر التكاليف الاستثماريه واجبه الاسترداد، ايه هي التكاليف اللي انا عايز استردها؟ يا ترى في ناس بتقول انه لازم استرد كل التكاليف، في راي تاني بيقول لك لا، يعني الاراضي والالات والعدد لا، ما ينفعش استردها لان دي اموال موجوده وثابته. الراي الاول بيقول ايه؟ بيقول إن جميع التكاليف الاستثمارية التي تم إنفاقها في سنوات الإنشاء يجب أن تسترد خلال فترة التشغيل، وبما فيها الأرض ورأس المال العامل. ده رأي. الرأي الثاني بيقول إن عناصر التكلفة الاستثمارية واجبة الاسترداد تتمثل في إيه؟ في جميع الأصول الثابتة عدا الأرض. يعني الرأي الثاني بيقول لك لا، الأرض مش داخلة في الأموال اللي أنا لازم استردها. مصروفات ما قبل الافتتاح، ماشي، كل المصروفات اللي انا انفقتها قبل الافتتاح، سواء تدريب سواء مستلزمات سواء دراسات، كل ده يجب ان انا استرد. اي ايه بقى؟ ان التكاليف الاستثماريه واجبه الاسترداد هي اجمالي التكاليف الاستثماريه ناقص الارض زائد راس المال العامل. يبقى انا التكاليف الاستثماريه بتبقى موجوده، بخصم منها الارض زائد راس المال اللي انا بشتغل بيه. ويستبعد الرأي ده ايه؟ رأس المال العامل وكمان الأرض. يعني هو رأيه انه لا، رأس المال اللي انا بشتغل بيه مش لازم استرده لان انا بشتغل بيه، وكذلك الأرض. التكاليف الاستثمارية واجبة السداد بتساوي ايه؟ القانون بتاعها القروض زائد جزء من قاعدة الملكية. وعليه بقى، فإن أنا بقول قاعدة الملكية واجبة السداد بتساوي إيه؟ القانون بتاع قاعدة الملكية بيساوي قاعدة الملكية ناقص الأرض زائد رأس المال زائد الجزء الغير مستخدم في احتياطي الخطأ في التقديرات. بعد كده يا شباب، لو أنا جيت أقول المصادر التي يعتمد عليها المشروع الاستثماري في استرداد التكاليف الاستثمارية وكمان سداد الالتزامات، بعتمد على ايه في استرداد المال المستثمر الملاك على المصادر الثلاثة؟ في ثلاث مصادر. اول حاجة اقساط، اللي هي اهلاك الاصول الثابتة. رقم 2 الفائض القابل للتوزيع بعد تغطية كافة الاعباء بما فيها الضرائب. يبقى الاقساط اللي موجودة عندي، الفائض اللي قابل للتوزيع بعد ما بسدد كل الاعباء بما فيها الضرائب، تمن بيع الاصول الثابتة عند انتهاء العمر المتوقع. يبقى انا هيبقى عندي تمن بيع الاصول خلاص في نهاية المشروع، كذلك الفائض من الموجود عندي من القابل للتوزيع اللي انا ممكن اوزعه بعد ايه؟ ما سددت كل الاعباء زائد الضرائب زائد الاقساط اللي موجودة عندي. بعد كده تحديد مؤشرات الحكم على دراسة جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية. يمكن تقسيم المؤشرات دي التي يمكن ان اعتمد عليها في أول حاجة مؤشرات تتجاهل فكرة القيمة الزمنية للنقود. في بعض الناس يقول لك لا، أنا بحسب القيمة دون النظر إلى اختلاف العملة أو اختلاف الزمن.
كذلك فترة الاسترداد. وفترة الاسترداد هي ايه يا شباب؟ هي يقصد بها الفترة اللازمة لاسترداد التكلفة المبدئية للاستثمار من التدفقات النقدية التي تتمثل في ايه؟ مصادر استرداد هذا الاستثمار. في هنا قانون ممكن بعتمد عليه، اللي هو تطبيق المؤشر ده. يجب ان يتوفر عندي البيانات الاتيه لو انا عايز اطبق القانون ده، اللي هو فتره الاسترداد. بيكون عندي المبالغ المقرر انفاقها على الاستثمار، اي حجم الاموال اللي انا هانفقها، زائد بطرح منها بقى قيمه الاهلاك، بطرح منها كمان المبالغ المتوقع ان يحصل عليها المشروع من الاستثمار او الصافي اللي انا بحصل عليه. يبقى فترة الاسترداد القانون بتاعها بيساوي ايه؟ التكاليف الاستثمارية واجبة الاسترداد اللي انا عايز استردها على متوسط الربح السنوي اللي انا حصلت عليه، زائد الاهلاك، بيطلع لي الفترة اللي موجودة كام سنة، 4 سنين 5 سنين على حسب ما بتطلع. تعريف الاهلاك بقى هو ايه؟ هي عملية توزيع تكلفة الاصل على السنوات المستفاد منها، ويسمى الجزء ده المستنفذ من تكلفة الأصل. يعني مثلا أنا كان عندي عربية بمليون جنيه، العربية دي هتقعد كام سنة؟ هتقعد 5 سنين. بشوف الإهلاك بتاعها خلال ال10 سنين أو ال5 سنين، لما أجي أبيعها بخصم منها الإهلاك ده لأنه بيقلل من قيمتها. في عندي مثال، بفرض إن التكاليف الاستثمارية مثلا لأحد المشروعات الاستثمارية كان 200 ألف جنيه، بيتوقع إنه يحقق صافي تدفق نقدي سنوي متساوي، يعني في كل سنة هيطلع المبلغ ده 50 ألف جنيه، والعمر المتوقع للمشروع 10 سنوات، تكلفة رأس المال 12%. المطلوب هنا بيقول لك إيه؟ تحديد فترة الاسترداد العادية واتخاذ القرار الاستثماري. إذا علمت إن فترة الاسترداد المقبولة كام؟ 7 سنوات، يبقى هو إداني هنا فترة الاسترداد. انا القانون اللي احنا قلناه، اللي هو فترة الاسترداد العادية بيساوي تكاليف الاستثمار المبدئي على صافي التدفق النقدي، اللي هو 200 ألف على 50 ألف، اللي هو قال متساوية كل سنة، طلع عندي كام فترة الاسترداد؟ 4 سنوات. هو كان مديها لي في التمرين كام؟ 7. القرار هنا ايه؟ انت بتقول ننصح بقبول المقترح الاستثماري، لان فترة الاسترداد اللي انا حسبتها اقل من فترة الاسترداد المكتوبة او اللي موجودة في التمرين، لانه كان قايل لي 7 سنين، انا لما حسبتها طلعت كام؟ 4. القيمة الزمنية هي ايه؟ هي القيمة الزمنية للنقود التي تحقق او الثابتة للنقود، لان قيمة النقود التي يتم الحصول عليها ممكن تزيد او ممكن تقل، زي ما احنا شفنا في فترات لو في تضخم قيمة الجنيه بتقل. في الفترة اللي فاتت كنت بتلاقي قيمة الجنيه قلت بطريقة مباشرة جدا وطريقة بصورة واضحة. ليه؟ بسبب الظروف الاقتصادية، بسبب انعدام الاهتمام بالزراعة بالصناعة، بسبب ظروف اقتصادية للعالم كله، فقيمة الجنيه انخفضت جدا. لو انا كنت بقول هعمل مشروع بمليون جنيه من 20 سنة، المليون جنيه دلوقتي ما لهمش قيمة بالنسبة للفترة اللي انا قررت ان انا اعمل فيها الاستثمار. من عيوب فترة الاسترداد هي ايه؟ يعني لو انا جيت اقول انا هعتمد على فترة الاسترداد في استرجاع المبالغ اللي انا دفعتها، عيوبها ايه بقى؟ يمكن استخدام المؤشر ده بتاع فترة الاسترداد في المفاضلة بين مقترحين. زي ما احنا بنقول لو انا عندي مقترحين، هو مديني فترة استرداد وانا حسبت فترة، فبشوف الافضل ايه. الافضل طبعا لو الفترة اللي انا حسبتها اقل، يبقى انا اقبل المشروع ده. رقم 2، رغم سهولة حساب تطبيق المؤشر ده، إلا إنه ممكن يكون في مناسب في حالات الاقتراح، اللي إيه؟ لو أنا مثلا بخضع لتطور تكنولوجي سريع، أو في حالات تعدد فرص الاستثمار وكمان نسبة الموارد، ورغم كونه كمان منطقيا لأول وهلة. يعني أنا من أول ما شفت إنه فترة الاسترداد اللي عندي طلعت أقل من المحسوبة، أنا قلت خلاص أنا وافق على المشروع، رغم إنه ممكن يكون في عيوب كتير، لأن أنا أهملت قيمة العملة، أهملت الظروف الاقتصادية، أهملت عوامل كتير جدا. من الاعتراضات اللي موجودة على حساب فترة الاسترداد بيقول لك إيه؟ إن استخدام فترة الاسترداد كاسترشاد للأساس إن أنا بقر المشروع أو أرفضه، إنه بيؤدي بالضرر إلى تفضيل استثمار
الأموال في بضاعة، ويستبعد أي اقتراح في استثمار سواء بالإنشاء أو بالتجديد أو بالتوسع، لأنه هنا إيه في عندي الاسترداد بيعتمد على فترة أقل. يعني أنا لو بعمل بضاعة للاستهلاك أكيد أنا البضاعة دي بتتباع بسرعة، بتستهلك بسرعة، أنا بسترد المبلغ بتاعي في فترة أسرع. لكن لو أنا فكرت أعمل مشروع بيقعد 5 سنين 10 سنين، الفلوس هترجع ليا بصورة أبطأ. يبقى كل المستثمرين هيبدأوا يدوروا على المشاريع اللي بتجيب الدخل أكبر من المشاريع الإنتاجية اللي بتاخد سنين أطول. رقم ب، إنه مؤشر مالي يتجاهل كمان أخذ القيمة الزمنية في الحسبان. زي ما احنا قلنا هو ما بيبصش إلى الوقت، إلى تغيير العملة، إلى فترة حياة المشروع. كمان فترة الاسترداد بتقول إنها إيه ممكن تخضع للتقدير الشخصي. يعني أنا بقول احتمال لو أنا عملت كذا يحصل كذا، لا، مفروض في المشروعات يبقى الموضوع مبني على بيانات، على معلومات. رقم 3، لازم يكون عند اتخاذ القرار لازم أشوف أنا هقبل المشروع أو هرفض المشروع، وعلى أساس فترة الاسترداد للتكاليف دي لازم بعتبر إن المؤشر ده سنوي في اختيار المشروع. يعني أنا ما أجيش أقول فترة الاسترداد طلعت عندي كذا فخلاص أوافق على المشروع، لا، ده أنا باخدها من ضمن المقترحات اللي أنا هعتمد عليها. في عندي مثال احنا قلنا يا شباب، المثال الأمثلة من صفحة 113 ل 116 ديت ملغية، يبقى احنا هنتجاهل المثال ده لأن أنا قلت لكم إن هما الأمثلة دي عشان انتوا بتبقوا شوية حاسينها بصعوبة، يبقى من 113 إلى 100 وكام 117 الأمثلة ديت ملغية. احنا هنشرح بس المثال اللي هو في 117. في عندي مثال بيقول لك توفرت لديك البيانات التالية في أحد المشروعات الاستثمارية، جايب لك كمية المبيعات المتوقعة هنا 20 وحدة، سعر بيع الوحدة 200 جنيه، التكلفة المتغيرة الصناعية للوحدة 30 جنيه، التكلفة التسويقية المتغيرة للوحدة كام؟ 20 جنيه. هنا التكاليف الثابتة النقدية كام؟ 100 ألف جنيه. التكاليف الثابتة النقدية التسويقية 50 ألف. التكاليف الثابتة الإدارية 50 ألف. الإهلاك السنوي 100 ألف. نسبة الضريبة عندي كام؟ 20%. صافي رأس المال العامل خلال فترة التأسيس 200 ألف، بيزداد عليه كام؟ 50 ألف سنويا خلال فترة التشغيل. يبقى عندي هنا بكتب بعمل الجدول، إيرادات المبيعات هيساوي هنا 20 ألف في كام؟ في 200، يبقى اداني 400 ألف جنيه. التكاليف النقدية بيساوي التكاليف المتغيرة اللي هي 20 ألف عندي اللي موجودة عندي في التمرين في 50، يبقى اداني كام؟ 100 ألف. التكاليف الثابتة موجودة عندي كام؟ 200 ألف. الدخل القومي اللي موجود عندي هنا 80 ألف، لأن أنا طرحت اللي هنا 200 ألف من المليون جنيه اداني كام؟ 80 ألف. أنا طرحت التكاليف الثابتة وهنا التكاليف المتغيرة، يبقى عندي هنا الدخل القومي كام؟ هنا 800 ألف جنيه، ناقص الإهلاك موجود عندي كام؟ 100 ألف، بنزل الإهلاك. الدخل الخاضع للضريبة يبقى هو مديني نسبة الضريبة 12%، يبقى هنا 700 ألف. دخل الضريبة 700 ألف في كام؟ في 20%، يبقى هنا الدخل الضريبي أو دخل الضريبة باخد 70 ألف جنيه بضربهم في 20% بيبقى بكام؟ 140 ألف. الإهلاك السنوي اللي هو 100 ألف هنا
وزائد او ناقص التغير في صافي الدخل العامل. يبقى انا هنا عندي كام اللي هو كان جابه لي، قال لك ان هو بيزيد الى كام 50,000، يبقى انا بضيف عليه زائد او ناقص 50,000. صافي التدفق النقدي التشغيلي اداني كام 610,000. تقدير صافي التدفقات النقدية في نهاية عمر المشروع بيترتب عليه عمر المشروع او التدفقات النقدية زائد الخردة اللي موجودة عندي. التدفقات النقدية في عمر المشروع بتساوي ايه؟ صافي المتحصل عليه من بيع الاصول زائد المسترد من رأس المال. في عندي مثال بيقول لك مشروع استثماري تكلفة الاستثمار المبدئي فيه الاراضي هنا كانت كام؟ 600,000، الالات 300,000، العمر المتوقع للمشروع كام؟ 10 سنين. سنوات وقيمة الخردة 60,000، السيارات 100,000، العمر المتوقع لها كام؟ 5 سنين. يبقى الأراضي والآلات كانت 10 سنين، الخردة والسيارات اللي موجودة عندي 5 سنين، قيمة الخردة كام؟ 30,000. صافي رأس المال العامل كان هنا كام؟ 50,000. يتوقع تصفية المشروع في نهاية 5 سنين بقيمة مقدارها 700,000. لإيه؟ للأراضي. أنا كان عندي الأراضي هنا كام؟ 60,000. هو بيتوقع في خلال في بعد 5 سنين هو كان هنا 60,000، وكان بيقول لك عمر المشروع كام؟ 10 سنوات. لو هو عايز يصفي المشروع بعد 5 سنوات بيقول لك القيمة اللي موجودة للأراضي تبلغ كام؟ 700,000 جنيه، يبقى زادت عن القيمة اللي موجودة عندي للأراضي. وبيع الآلات كام؟ 100,000 جنيه، هنا كانت الآلات بكام؟ ب300,000. تكلفة إزالة وعمولة البيع 10,000 جنيه، وبيع السيارات كام؟ 50,000 جنيه. هنا إذا علمت أن معدل الضريبة كان 20%، المطلوب حساب صافي التدفقات النقدية الداخلة عند تصفية المشروع. يبقى أول حاجة بشوف الأراضي. الأراضي عندي كانت القيمة الدفترية اللي موجودة في التمرين كام؟ 600,000. قيمة الأراضي اللي موجودة 600,000. طيب لما هو جاي يصفي المشروع بعد 5 سنين قال لك الأراضي القيمة الدفترية بتاعتها القيمة اللي أنا هبيع بيها بكام؟ ب700,000. يبقى أنا كسبت بعد 5 سنين بس من المشروع في الأراضي كام؟ 100,000 جنيه، لأن القيمة اللي موجودة 600 أنا هبيعها في نص الفترة للمشروع بكام؟ ب700,000. يبقى أنا كسبت من بيع الأراضي كام؟ 100,000 جنيه. الضريبة على مكسب بيع الأراضي 100,000 اللي أنا طلعت ليا المكسب ضربتها في 20%، لأن يا شباب إحنا عارفين إنه الضرايب بتحسب على صافي الدخل أو على صافي المرتب. يبقى هو حسب الضريبة على صافي الدخل الذي نتج عن بيع الأراضي. يبقى هنا 100,000 في 20% اداني كام؟ 20,000 جنيه. صافي المتحصل من بيع الأراضي يساوي القيمة البيعية للأراضي ناقص الضريبة على مكسب بيع الأرض. القيمة اللي أنا بعت بيها خلال 5 سنين 700,000، ناقص الضريبة اللي موجودة اللي أنا هدفعها كام؟ 20,000. يبقى أنا كسبت كام؟ 680,000 جنيه. تصفية السيارات، احنا كده اتكلمنا على الأراضي. بعد كده تصفية السيارات، إهلاك السيارات، بجيب قيمة السيارات ناقص الخردة. قيمة السيارات هو قال لي كام؟ هي كانت بقت 100,000 ناقص الخردة. هو الخردة عندي كام؟ 20,000 على ال5 سنوات، يبقى 16,000 جنيه. مجمع إهلاك السيارات 16,000 اللي طلع في ال5 سنوات، لأن قال العمر 5 سنوات، يبقى 80,000 جنيه. القيمة الدفترية كانت كام؟ 100,000 ناقص ال80,000 الإهلاك اللي طلع، يبقى كام؟ 220,000 جنيه عندي. مكاسب بيع السيارات بقى ال50,000 اللي موجودة ناقص ال20,000، يبقى أنا كسبت كام؟ 30,000 جنيه من السيارات، وكسبت من بيع الأراضي على الرغم إن فترة المشروع بقت 5 سنين. الضريبة على مكاسب بيع السيارات ال30,000 هدفع عليها ضريبة 20%، يبقى أنا هدفع كام؟ 6,000 جنيه. ال6,000 جنيه دي بشوف المتحصل من بيع السيارات اللي هي ال50,000، بطرح منها ال6,000 جنيه، بيبقى أنا كسبت في السيارات كام؟ 444,000 جنيه. وإن شاء الله نكمل معاكم المحاضرة الجاية باقي الفصل الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.